هتدحم بوه. يا نهار اسود ومنين. دلوقتي انا هعمل مقلب فرندا. المطبخ اللي ورايا ده بيفتح بسمارت من الموبايل، بتدوس كده الدرفه بتفتح بالشكل ده، لكن انا هقول لها ان بيفتح ببصمه صوت على اغنيه معينه. تعالوا نشوف. تعرفي يا رندا ان البيت الحديث عاملين حاجه في المطبخ ده بيقول لك ان انت لو غنيتي للدرفه دي اغنيه سح الدحم بوه تفتح؟ يا راجل طب ما انت قلتها هو ما فتحتش. لا ما هو عاملها على بصمه واحده ست، يعني جربي انت قولي كده. اوكي السح الدحم بوه. دي هنقول بقى ايه، ادي الواد لابوه هتقفل يا رائع. اهو جربي. طيب انت بتشتغلني. جربي جربي. طيب جربي ادي الواد لابوه. جامده. لا ده تكنولوجيا رهيبه الكلام ده. تصدقتي؟ امال ايه بنت البيت الحديثه عاملين حاجه، كل حاجه هنا بالسمارت، يعني تدوسي هنا في على الابلكيشن ده كده على الدرفه كده مثلا، اوعي بس راسك تفتح معاكي على طول. دوسي هنا كده الثانيه تفتح. الله. برضو نفس الكلام، تدوسي دوسه ثانيه تقفل معاكي. ده على اي ايباد؟ اي حاجه، على اي موبايل. ده ابلكيشن بينزل على الموبايل. اوكي. تنزليه عندك وتسطبيه وتعملي كونكت بين الواي فاي اللي يشتغل معاكي على طول. حلو قوي. تحفه طبعا. والله حلو جدا. ومش بس كده، انت عارفه الدرج ده لو عملتي ركبتك كده يفتح معاك. ايه الجمال ده؟ انت ده البيت الحديث عاملين شغل فاخر. لا ومش بس كده، مش موضوع السمارت وخلاص على كده، ده انت لو حطيت ايدك هنا كده على السنسور ده كمان معاك. ده فيه سمارت و ما نشوف في الاخر بقى هتعرفوا تطبخوا ولا لا. يعني مفيش سهوله اكتر من كده. لا برافو، حلو بجد.